السيد الرئيس، اليوم كانت جلسة استثنائية لمقاطعة طنجة المدينة من أجل إقرار القانون الداخلي للمجلس. دعنا في صورة هذا القانون. هذا قانون داخلي على المجلس المحلية كاملة، هذا صعيد وطني كامل. يكونوا في بعض الملاحظات إخواني شوالات كنعملوا لك الملاحظات وكنعملوا لك التعديل وكندوزو. ما هي أهم مضامين هذا القانون الداخلي؟ بزاف مضامين، ما كاينش بزاف مضامين. نقدرش نعرضو معاك دابا لهذا. في رأيك إلى أي مدى هذه المضامين قادرة إلى خلق وتحقيق تنمية حقيقية بالنسبة للسؤال الأول؟ وتحقيق تنمية حقيقية بالنسبة للسؤال الأول؟ بالمناسبة كإخوان، هذا الصحفي أنا ماشي، هذا الصحفي أصلا ما يجي باش يعمل هذه الفوضى هذه، أنا عارف. وهذا الصحفي هذا غدا مع صحفي آخر. المهم هذا حيت بلا ما ندخلوا فيها، فهمتي؟ انتما كنتي كتعرفوها كامل. خلينا هادشي هذا كامل، خلينا الدورة. لا باش وضحت انا الرأي العام، انا كنوضح الرأي العام. علاش هذا السيد هذا انا هضرت معاه؟ حيت هذا هو الوحيد اللي كيسأل الأسئلة اللي ما فهمتي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما هي أهم مضامين هذا القانون؟ بزاف مضامين، كاين بزاف، كاين بزاف مضامين، ما كاينش. نقدرش نعرضو معاك دابا لهذا. هو الوحيد اللي كيسألك أسئلة اللي ما فهمتي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.